اليوم رح نحكي عن موضوع بيئي وبهمنا جدا، خاصة بخلال هالفترة موسم البحر. وين بدنا ننزل على البحر؟ وين المنطقة الأسلم والأنظف إنه ننزل ونستمتع بهوايتنا بسباحة بالبحر؟ اليوم رح نحكي مع شخص كتير بيئي، وأنا دايما بنبسط لما بتكون معنا باستوديو عالم الصباح، وهي خبيرة بيئية ورئيسة جمعية بيبلوس إيكولوجيا، السيدة فيفي كلاب. مدام فيفي أهلا وسهلا. تسلمي. ودايما بتشرفينا بخلال عالم الصباح وخلال حديثنا عن مواضيع بيئية متعددة، وخاصة العلاقة بالبحر. يعني كل عمرنا بنعرف انه عندنا مشاكل كثير بيئيه بالبحر، انما السنه الماضيه ما بين 2015 و2016 اذا مش تضاعفت يمكن اكثر من تضاعفت المشاكل البيئيه بالبحر مع ازدياد وتفاقم مشكله النفايات. كيف اشتغلتوا على هالموضوع وكيف قدرتوا تقسموا الاماكن الاكثر امنا لا يعني اذا فيقول على الصعيد البيئي لسباحه بالبحر؟ الحقيقه صار في مغالطات شوي، لانه كمية النفايات كل عمرها موجودة بلبنان، ما زادت كمية النفايات بلبنان، زادت مع اللاجئين السوريين أكيد. هلأ هالنفايات كانت تتفرفط بعدة محلات، ما كانت تكون مكدسة بفرد محل، مشان هيك لما شافوها منطقة جبل لبنان، يعني بيروت وقسم من قضاء من محافظة جبل لبنان، زادت بالشوارع، شافوها بعينون حسوا بخطرها. لكن احنا دايما بنطبق المثل عينا لا تقشع قلبا لا يوجع. هزبالي ذاتها هيدي كانت تروح على الناعمة. وزوما ذاته كان يتاخد لانه عندهم شبه محطة تكرير بالناعمة، كانوا ياخدوا ويكبوه بالغدير والغدير يكبوه يعني بمحطة الغدير ومحطة الغدير تنزل على البحر. دونك ما تغير علينا شيء، بقية المناطق بس صارت قدام عينا. تمام. بس هيدا من الحسنات تبع وجود زبالة، لأنه كل شغلة فيها أكيد سيئات قد ما كانت كبيرة، فيها حسنة إنه خلت الناس تعرف إنه زبالتهم في لها أثر سلبي على صحتهم. مزبوط. في لها أثر سلبي على التربة، ومن خلال التربة بدها تنزل على البحر. ومشان هيك تفتحت الناس وصارت تسأل وين بدنا نسبح، كيف بدنا نسبح. كمان للأسف صار في ناس كتير مثل ما كنت أقول أنا، أنه صار في 3 ملايين خبير بيئي بالبلد، صار كل واحد بيطلع وبيتشدق أنه يي البحر منتهى التلوث. بحرنا منتهى، أكيد في عنا أماكن ملوثة وهلأ رح نحكي عنها بالتفصيل. صحيح. بس لكن بحرنا قسينا بألف خير، ما بدنا نفزع الناس هالقد. يعني في عندي مناطق جميلة جدا ونظيفة جدا وتقريبا مثالية. ما فيها أي تلوث بكتيريولوجي أو أي تلوث صناعي. السنة نحن عنا هالمحلات، لكن كل واحد بيطلع، وبما أنه ما بنحب غير الفضايح وما بكل شيء وما بنحب إلا نشوه الأشياء اللي عنا ونضخمها ونفزع الناس، صار في اختلاط بالأمر. لكن لا التلوث الكيميائي زاد اللي هو موجود واللي هو كل عمره موجود. صح. ومش شيء جديد، انخط بحيرة القرعون وهلا عم نحكي كثير بتلوث الليطاني عم نسمع فيه، هذا منه شيء جديد، هذا منه بعد قصه النفايات، لكن تفتحت العين. مزبوط. وصار في وعي اكثر للناس. نحن كبيئيين كل عمرنا بنحكي عن تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني والنفايات الصناعيه اللي عم تنكب فيه. لحد هلا اسا ما في استراتيجيه للنفايات الصناعيه بلبنان. أيش. رغم انه القوانين بتقول انه على الصناعي هو يتخلص بطريقه سليمه. مزبوط. من نفاياته، لكن لا الوزارات عم تجبره، لا وزاره الصناعه، لا وزاره البيئه، لا وزاره الصحه، ولا هو عم بيكون عنده هال اذا فينا نقول هالدمه او هالحس البيئي الوطني. صح. مش بس بيئي، وهذا بياثر على الامن الصحي. يعني اللي بنحكي هي بياثر على الصحه. الوزير ابو فعور مشكور عمل حمله، بس كمان هيدي من ضمن الحملات، هي الاشياء اللي ما شايفها الانسان. مشان هيك بقول نحن اللي بنشوفه بيستهولنا. مزبوط. هلا اذا بدي احكي بانواع التلوث الموجوده شو هي؟ كل تلوث البحر عم بيجينا من الارض. منين عم بيجينا؟ او من مناطق صناعيه، من الصناعه، او من المبيدات الزراعيه اللي بنكبها نحن بالارض وبنكبها بدون اي ارشاد زراعي وبكميات هائله كبيرة. وباستعمال بعض الادويه الممنوعه، حتى مؤخرا في بعض الادويه ممنوعه ببلد المنشا، منعتها وزاره الزراعه، لقى التاجر اللبناني طريقه برضه انه يكذب، يغير تركيبة صغيرة بضمن الدواء، لأنه بيكون في عدة مواد بتأسس لها الدواء، ليحصل عليها ويوفر فيها ويغير لاسمها. يقدر يغير اسمها ويفوتها على البلد مع أنه ممنوعة ببلد المنشأ. دونك هودي
كمان بتجيها وكمان ما تغير شيء فيهم. النفايات المنزليه هذا اذا بدي احكي بالتلوث الصناعي انا منين بيجي؟ التلوث الشيميك الكيميائي، وفي عندي التلوث العضوي من محطات الصرف الصحي اللي كل عمرها موجوده على الشط اللبناني. اغلبيه سكان لبنان 80% ساكنين على الشط، ما عندنا مراكز نحن معامل لتصريف لتنقية معالجة الصرف الصحي. الصرف الصحي حتى في كم وحدة موجودين ما مشيوا عملوهم، وهون سوء الإدارة كان وقلة المساءلة بالدولة اللبنانية. عملوا محطات تكرير على طول الشط اللبناني، سوى وحدة منهم مشيت. في محطة الغدير درجة ثالثة يعني لا تذكر، مش حتى معالجة. هالصرف الصحي هذا اللي بيخلي البراز الإنسان يروح البكتيريولوجي، من هون بنلاقي بكتيريا ومن هم بنلاقي كوليفورم كتير بمية البحر. هاي الكوليفورم هيدي إذا زادت عن معدل معين مفروض يكون 50 ملليلتر مثلا، نحنا في محلات واصلة لتتكون بديت تكون خطرة بين 50 و100 مقبولة على مضض. فالمية خطرة، فالمئتين خطرة جدا. نحنا في محلات فيها 3000 في 11000 هالقد. نحنا حتى عنا يعني معهد البحوث العلمية عنده مركب قانا هديونيات طليان من شي 5 سنين يمكن أو أكثر، مشان يقوم بفحوصات دورية على طول الشاطئ اللبناني. وآخذ عنده بعتقد 30 محطة بياخد منها شهريا، لازم ياخد المي تبعها ويفحصها، ويفحص الأشياء البكتيريا اللي فيها، ويفحص أقل مرتين أو ثلاثة بالسنة ترسبات المعادن الثقيلة اللي بتطلع من التلوث الصناعي. هودي عم بيقوم فيهم، لكن منن عن ينعطيوا للبلديات، البلديات تتعامل مع هالنتائج هاي. يعني بتلاقي على الرمل البيضاء الناس بتروح تسبح لأنه المنفذ الوحيد، بينما هني ما لازم يسبحوا أبدا. لأنه الفحوصات بينت أنه في أكثر من 3000 أو 5000 بكتيريا، نسبة ميات المرات لبل أكثر من 100 مرة من النسبة المسموحة. هاي لازم البلدية تحط أفيش، مثل ما بتشوفي بمحلات السباحة العامة، المسابح العامة الشعبية ببلاد العالم بيحطوا اليوم في موج قوي، اليوم ممنوع السباحة، اليوم في تلوث هالقد. نحن عنا البلديات للأسف ما عم تركز على هالموضوع ابدا، مع انه مثل ما ذكرت يعني 80% من سكان لبنان عايشين على الساحل وعلى البحر. حتى اللي بيكونوا موجودين بالجبل بيحبوا ينزلوا يعني على البحر. حتى في مسابح خاصه بتقلك نحن نزلنا وحضرنا حالنا ونظفنا. هلا مع النفايات صار في زت كتير بالبحر، رمي بالبحر ورمي عشوائي ورمي من مكان، في اشياء سحبها الموج، في منها انطمرت لكن مع تغير التيارات بترجع بتفوت وبتطلع. بتكوني بمسبح خاص كتير نظيف ومكلف حاله عنه انه ينظف، بتتفاجئي بكيس نايلون هجم ليكي بتموتي رعبه. او في محل لقيوا مؤخرا كروش بقره، يعني مصورين بقره، هودي التيارات بتاخدها. في اشياء بتترسب بالقعر وبتتحلل مع الوقت، وفي اشياء بتترسب لكن بترجع بتعوم من وقت لاخر وبتطلع، هو كمان بدنا ننتبه منه. كيف تقسمت فاذا الخريطه اذا فينا نقول البيئيه للبحر وللساحل اللبناني؟ نعم. لحتى واحد يحس انه فعلا هالمكان افضل من غيره، وكيف ممكن فعلا واحد كمان يعرف يكبر هالرقعه المكان البيئي؟ تمام. اذا بدي اخذ انا كل محل ما في صرف صحي لازم ابعد عنه بار ديفينيسيون. كل محل في مجرور هذا بيكون ملوث في بكتيريا. كيف بيعرفوا الناس انه هون الاماكن فيها هالاشياء؟ هلا في محلات بتقشعي المجرور، صح. مثل بالغدير بتقشعي، بالمسبح الشعبي بجبال بتقشعي، في محلات بتقشعي بعينك، في محلات بانطلياس. لكن اذا بدي اخذ انا بطريقه عامه بدي ابدي من الشمال للجنوب. بدي اقول بمنطقه عكار، انا بمنطقه عكار ما عندي مصانع على الشط، ما عندي تلوث. عندي تلوث انا اللي بيطلع من النترات والفوسفات والاشياء اللي بتنرش هودي، لكن هودي صعب عملون. المناطق مقبوله لحتى اوصل لراس طرابلس للمينا. بالمينا في منطقه في عندي شغلتين، في عندي مكب النفايات اللي هو كل زومه عم بيروح بالبحر. دونك انا كل شيء شمال مكب زباله ما لازم روح عليه لانه التيارات البحريه تسحبه لهونيك من الجنوب للشمال. نحن عندنا جنوبي غربي دونك بتاخده من الجنوب. دونك انا كل شيء شمال مكب زباله ما لازم روح عليه. بالمينا في عندي جزيره عبد الوهاب، وكان في عندي الشاطئ الرملي، كانوا مناطق منيحه، هودي ملوتين لازم
تفيديهم حسب نتائج اللي اعطاها معهد علوم البحار اللي عملها مؤخرا من شي كم شهر، مش ثلاث اشهر. خلينا بس نسردهم بشكل سريع ما دام في قبل ما يدهمنا الوقت. عندي يعني شط طويل لانه بعد الميناء المدخل الجنوبي لطرابلس منيح، شط انفي منيح عند اللاسالينس، عندي شط شكا الهري، منطقه الهري نظيفه كثير لانه الوسخ ما بيمرق عليها، سلعاتها ما بيسول، بترون نظيف، عمشيت وجبال نظيف مقبولين، طبرجه في اماكن غير صالحه، في اماكن نظيفه، في اماكن غير صالحه، خليج جوني جواني منيح، بطلع بعدين من بعدها انطلياس وجل الديب وانطلياس، وهو كل خليج بيروت هذا ممنوع السباحه فيه، تقطع البور وقطع صوب الجامعه الامريكيه نظيف، الريفيرا نظيف، بقطع الروشه نظيف، بعد الروشه صرت بالوسخ لانه في الغدير الرمله البيضاء ما في روح فيها، برجع بنزل جنوب عندي بالدمور مش نظيف، بالجي نظيف، صيدا المسبح الشعبي نظيف، بعده حد مكب الزباله كمان بدي بس الحمد لله يعني هلا اتحسن يعني اكيد كتير لانه يعني تطورنا كثير وانا زرته شخصيا وحكيت عنه حتى عندكم كنت كثير مبسوطه احنا كنا بالافتتاح وقتها كنا الخطوه النوعيه اللي عملوها مشكورين عليها ويا ريت بقيه المناطق بتتعلم منها. صيدا بعد صيدا جنوب صيدا نظيف، السرفند نظيف، سور نظيف، الناقوره نظيف، فاذا اغلبيه شطي انا نظيف. ما بدي هول على الناس هالقد، لكن في الاماكن الملوته هودي بدي اتفاديها. وللاسف كيف نشتغل لحتى نخلص من تلوثها؟ هودي بدنا الدوله بدها تعمل اماكن للصرف الصحي، بدها تمنع النفايات الصناعيه تنكب وين ما كان، هذا شغل الدوله ما بقى شغل الاشخاص. اكيد ويعطيكم الف عافيه فعلا لأن المواضيع البيئيه كثير عم تشغلنا بالنا وللاسف ما عم بيكون في تطبيق كامل لها، انما يمكن اول شخص اليوم او من كثير قليل الاشخاص اللي بيقولوا اليوم انه يعني لما طافت الزباله قدام عيون الناس هذا الشيء كان ايجابي لانه حسسنا بانه هي موجوده كل عمرها بس شفناها قدام عيوننا. هذا الشيء فعلا خلينا نشعر انه في جانب ايجابي وحيد لهالموضوع. شكرا كثير لك مدام فيفي، اهلا وسهلا، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، خليكم معنا.